السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعينا الكرام أينما كنتم، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. حنا الآن كنتواجدوا في التقاطع ديال شارع مولاي علي الشريف مع شارع عمر بن الخطاب. غادي ندورو دابا على اليسار، كنظن تكونوا عرفتوا البلاصة، بقاو معنا غديكم لواحد البلاصة زوينة 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 بزاف. وحنا الان كنتواجدوا بالمسيره جوج خوتي، وانا في الطريق في المسيره جوج غادي نجيكم الاكله ديال الابطال، الاكله ديال الابطال، داكشي الطبيعي الناتشورال، داكشي الزويون تبارك الله ما شاء الله، واللي كنشوفوا انه اكتسح مجموعه من النقط في مدينه تمارا. ولكن نختاروا اليوم احد الاصدقاء اللي صراحه يستحق كل الدعم، احد ابناء المدينه مصطفى اللي داير لنا الاكله ديال الابطال، داكشي ما شاء الله راه كيعرفوه الاخوان. غادي نفاجئوه اليوم، واخا والله العظيم ما على بالو والو، غادي نفاجئوه في هذا الفيديو هذا، ويقول لنا شنو كيدير في ديك الميكله وشنو الوصفه السريه وشنو البلان ديالو. ها انتم والله العظيم ما في اخبارو شي حاجه، وها انتم غنحاول دابا ما نلقاش الشاف من بلاصي. المهم هو والله ما في اخبارو شي حاجه، هو هذا مصطفى صاحبنا، هو هذا غنهبطو خوتي. بعد ما لقيتش فين بلاصي، ما بغيتش نبلاصي دوزيام بوزيسيون، اختاريت انه ندخل نقلب على بلاصه وما نعرقلوش حركه السير كما سبق وقلنا لكم، هذا هو اللي كاين. هو خونا مصطفى، حنا غنمشيو عنده نشوفو شنو كيدير تما. خوتي حنا جينا عند مصطفى، اكله الابطال، يا سلام داكشي النقا والاناقه، الله يسخر الامور بالصحه والراحه للجميع. اثمنه جد مناسبه، اثمنه رائعه جدا، اللوز، التمر، داكشي يا سلام، داكشي صحي 100% وداكشي طبيعي تبارك الله ما شاء الله، الله يسخر الامور. مرحبا بكم عند خويا مصطفى وكله الابطال، ومره اخرى ان شاء الله فيديو بلاصه اخرى، والله العظيم ما كانش داري ولا على باله، جينا على غفله باش نفاجئوه ان شاء الله ونقضيو الغرض في نفس الوقت. جبت موالين الدار باش نتاهما يقضيو الغرض، الله يسخر الامور. المكان اللي كيتواجد فيه خونا مصطفى هو المسيره جوج، وبالضبط قدام مخبزه، ماشي مخبزه، مشوات الاخوين، مشوات الاخوين في المسيره جوج. الله يسخر ليه والله يسخر الجميع، الشباب اللي كيجري في الطرف ديال الخبز حلال، الله يسخر الجميع اخوتي كما كتشوفوا هنايا داكشي، يا سلام الله يسخر الامور. واش غنقول لكم اخوتي، داكشي منين، اللهم بارك بالصحه والراحه، بالصحه والراحه، والله يسخر الامور والله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع، واللي ما خدامش الله ييسر ليه في شي خدمه يا ربي. الى هنا متتبعينا الاوفياء، تهلاو ليا في راسكم وما تنساوش ديروا لايك وزوروا خونا مصطفى وبصحتكم وراحتكم. السلام عليكم. انا سمي بالصحه والراحه، الله يحفظك. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.